السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه
وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله.